اساس جريمه غسيل الاموال هي نظام الضريبي، لان في دول العالم اليوم في ضرائب يجب ان يدفع الانسان ضريبه. الضريبه تبين مصدر الدخل، الضريبه على الدخل، اي على كل شيء، يعني ضرائب على كل شيء، حتى على المعاملات، الضريبه هذه التي في ار، ضريبه على القيمه المضافه وغيرها، وعلى المعاملات وعلى البيع والشراء، والضريبه الجمركيه، كلها تبين مصادر الاموال. يعني انت عندك دخل فتدفع عليه ضريبه، هذا دخله غير مشروع فما يدفع عليه ضريبه، ما يقدر، اذا طلع راح يعتبر مجرم. فش يسوي عنده هو مليون دينار محصوله من المخدرات، مليون دينار من المخدرات او من الاشياء المزينه، هذا المليون دينار ما يقدر يوديها البنك، البنك راح يساله يقول انت وين مصدر الاموال هذه؟ فالاموال هذه هي الاموال الوسخه. هو الان يحاول ينظفها بفلوس، يعني يقطع عليها فلوس شوي. بس منين تاتي له الاموال؟ تاتي له من التاجر الاصلي. اصلا هاي الاموال قدره هي. المرحله الثانيه هي تنظيف هاي الاموال. وقد يكون هو الشخص نفسه اللي قام بالفعل الجرائم الاول، هو نفسه يغسل الاموال، وقد يكون شخص اخر.